أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أبرز ما قالته الصحف العربية والمواقع الإخبارية اليوم، ونبدأها بالعناوين. موقع الموقع بوست، 200 موظف يمني تم فصلهم عبر رسائل التليفون. المصدر أونلاين، 50 أسرة في إب يسكنون الجبال بعد أن فجر الحوثيون منازلهم. وزيرة يمنية تقول للقدس العربي، المبعوث الأممي وصل إلى قناعة بأن الحوثيين لا يريدون السلام. أهلا بكم. انسحبت عدد من الشركات النفطية العاملة في اليمن وتركت خلفها العديد من الموظفين، وهم الآن يحاولون الظهور من جديد. ووفقا لموقع الموقع بوست، فإن موظفي شركة دي إن أو النرويجية المسرحين تعسفيا نفذوا وقفة احتجاجية لمساحة العروض بخور مكسر بعدا للمطالبة بحقوقهم المالية المشروعة. وقال الموقع إن المحتجين هم 200 موظف تم فصلهم نهائيا بشكل مخالف لقوانين العمل المعمول بها في كل الشركات الأجنبية العاملة في اليمن. وعن طريقة الفصل التي اتخذتها الشركة، قال الموقع إنه تم التواصل مع الموظفين في يونيو من العام 2015 عبر إرسال رسائل SMS تفيد بفصل كل الموظفين نظرا للأوضاع الصعبة التي تعيشها اليمن. يتابع الموقع متحدثا عن أحد الموظفين السابقين ناصر الجرادي، أحد كبار المهندسين في القطاع النفطي، لجأ للعمل في محل لتوزيع الفحم في صورة تعكس مدى الحالة السيئة التي وصل إليها الموظفون المسرحون. وإلى موقع الاشتراكي نت، والذي وصف في صفحته الرئيسية نقل مجلس النواب إلى عدن بأنه تصعيد سياسي جديد للحكومة الشرعية يقابله تحقيق تقدم ميداني نوعي في عديد من جبهات القتال، أصدر فيه الرئيس هادي قرارا جمهوريا قضى بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد. وجاء في القرار بناء على قرار الاعتراض والرفض المرفوع من أعضاء مجلس النواب الممثلين للقوى السياسية التي وقعت على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، الذين يعارضون ويرفضون القرارات الانفرادية. وقضت مواد القرار برفض جميع القرارات التي اتخذت ممن حضروا من طرف سياسي واحد وعارضها أعضاء المجلس من القوى السياسية الأخرى الممثلة في مجلس النواب، وبطلان وانعدام ترتيب أي آثار أو حقوق أو التزامات على تلك القرارات. كل الذين يأتون من خارج فكر الجمهورية وإرثها العملي لن يكونوا مناضلين جيدين من أجل المجتمع، وإن بدا لنا أنهم ضد صالح سيعملون على توجيه الفعل المقاوم نحو نتيجة لا تختلف عن النتيجة التي أراد صالح أن يقودنا إليها. هكذا بدأ عدنان العديني مقاله المنشور في المصدر أونلاين. من الخطير عقد التحالفات مع أطراف ما زالت ترفض الشعب ومركزه السياسي أكثر من رفضها صالح والحوثي نفسيهما. الجمهورية ليست فكرة رومانسية نستمزجها، لقد تحولت فوق أرضنا إلى حدث تاريخي أعلن فيه اليمنيون إسقاط التمييز العنصري والاحتكار للسلطة ونقل السيادة السياسية لعموم المجتمع بعد طول احتكار لها داخل دائرة ضيقة من الأسياد والسادة. وهذا يعني أن تتوفر فيها الضمانات اللازمة للسلام ولجعل هذه الحرب آخر الحروب. لولا الجمهورية والإعلان الذي رافقها ما استطعنا التكتل ضد سلطة صالح والخروج بثورة، وبدونها لن نستطيع أن نجد الدولة التي تساوي بيننا في المكانة وتوقف التركيز الظالم للثروة والسلطة داخل جغرافيا صغيرة أو أقلية فئوية. ننتظر من القوى السياسية، وهو المؤمل فيها، مساعدة القوى التي ظهرت أثناء المقاومة على الالتزام بشروط. لا أقول النشاط السياسي بل النضال الوطني، فأي دولة سنحصل عليها في حال امتلأ المشهد بقوى ليست ملتزمة للشعب بأي التزام؟ والمطلوب ليس مصادرة حق أي كان في النضال، بل في السعي لجعل تلك النضالات تتسق والدولة التي نريدها. مهمة تثبيت الجمهورية كأساس للتحالفات لا تقل أهمية عن هزيمة الانقلاب،
فقد نتمكن من هزيمة الانقلاب ونحن بلا قدرة على إقامة الدولة التي تستحقها التضحيات إذا ما أهملنا الجمهورية كمرجعية تاريخية عليا. الأهالي في قرية الدهيمية بمديرية حزم العدين غرب محافظة إب أقدمت ميليشيا الحوثي على تفجير منازلهم وتهجيرهم من قريتهم. أطلقوا نداء استغاثة عبر موقع المصدر أونلاين، وقال الأهالي بأن الحوثيين هجروهم من القرية إلى الوديان والقرى المجاورة بالقوة الخميس الماضي، ومنعوهم من العودة لقريتهم حتى اللحظة، وخطفوا عددا من الأهالي. وبحسب السكان فإن الحوثيين اتخذوا من القرية موقعا لتمركز مسلحيهم، وأوضحوا بأنهم يعيشون وضعا مأساويا، وخرجوا بأرواحهم وأجسادهم من القرية مخلفين وراءهم كل ما يملكون، وصاروا بدون مأوى ولا سكن ولا مأكل أو مشرب، ولم يتم الالتفات لمعاناتهم. يتابع الموقع: يقطن في القرية أكثر من 50 أسرة، وسبق أن اقتحمها الحوثيون في يوليو من العام الماضي، وقتلوا 2 من أبناء القرية، وفجروا 3 منازل. ومن محافظة حجة عنون موقع الصحوة نت وقال: الميليشيات تصادر كميات كبيرة من المساعدات الغذائية، والمستفيدون يناشدون المانحين. قال الموقع: عدد من المستفيدين في مختلف المديريات اشتكوا لتسلمهم أقل من نصف الكمية المعتمدة لهم، فيما شكى آخرون من حذف أسمائهم من كشوفات المستفيدين واستبدالهم بآخرين من عناصر المتمردين. مصادر أكدت للصحوانيت بأن الميليشيات قامت بنقل كميات كبيرة من المساعدات الغذائية لمخازن خاصة بها، وذلك بتوجيهات المدير التنفيذي للإغاثة بالمحافظة. وأشارت المصادر بأن ما نهبته الميليشيا يقدر بعشرات الملايين. وكان رئيس منسقية النازحين عادل عوضة قد كشف بأن عصابات التمرد بحجة قد صادرت مستحقات 1500 نازح من الإيجارات المقدمة من مفوضية اللاجئين، وتقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون ريال، حرمت منها مستحقيها واستبدلتهم بأسماء قتلاها وأخرى أو قتلاهم وأخرى وهمية. موقع المشاهد نت عنون في صفحته الرئيسية: البرنامج الوطني في عدن يطهر مساحات 1,600,000 متر مربع من الألغام. وقال نائب مدير البرنامج عبد القوي عبد الله إن العام الماضي شهد تجميع واكتشاف نحو 100,000 لغم وقذائف أخرى، فيما تم التعامل مع 154 مهمة طارئة تتعلق بالألغام في محافظات عدن ولحج وأبين بناء على بلاغات الجهات الأمنية والمواطنين. وأضاف عبد الله أن البرنامج رصد 566 ضحية من ضحايا الألغام في بعض مديريات عدن من خلال تنفيذ 4 خطط طارئة في جوانب المسح وتطهير الأراضي المتأثرة بالألغام والتوعية من مخاطرها وحصر وتسجيل الضحايا. مارب مقاومة وتنمية، تحت هذا العنوان كتب علي العقبي مقاله المنشور عن المدينة التي احتضنت الجميع. تدهشني مأرب يوما بعد يوم عندما تلاحظ أنت تعبر خطوط مأرب، شوارعها، مجمعها الحكومي، طرقاتها، رصيفها ومبانيها، منظر يعيد لك الأمل بالحياة، بالدولة، بالمدينة، بالتطور. من يلاحظ هذه الأماكن يدرك جيدا الفرق بين الدولة والميليشيا. حتى المناطق البعيدة من المدينة والتي كانت فيها الميليشيات متواجدة عادت الحياة إليها، ولم يتبقى سوى آثارها والتي توضح بأنهم كانوا هنا وماتوا بلا رجعة. شاء الله والأقدار بأن تتحول مأرب الحضارة والتاريخ إلى مهبط للأحرار وبيئة لتدريب كتائب جيشنا ومقاومتنا الشعبية. احتلت الميليشيات العاصمة صنعاء، لكن في المقابل تحولت مأرب إلى عاصمة بالأمر الواقع. بالأمس كانت الميليشيات على أطراف مأرب، واليوم الجيش والمقاومة بأطراف صنعاء. دحروا الميليشيات القادمة من الكهوف حتى أصبحت مأرب تنعم بالحياة والأمن ونزح إليها الكثير. الهاربون من ويلات الحوثي يلتقون في مأرب، أبناء المحويت وصنعاء وريمة والحديدة وتعز وعمران وذمار وغيرهم. أصبحت مأرب نموذجاً مشرفاً للشرعية. تتعافى هذه المحافظة من الحرب وتنطلق في بناء البنية التحتية.
السلطة المحلية حالياً تواصل افتتاح عدد من المشاريع مثل شق وسفلتات الطرق، مأرب في بداية الطريق للمضي في بناء الدولة المدنية التي يطمح لها أبناء الشعب. مأرب تمضي بخطوات نحو المستقبل، تنتعش وتتطور وتشهد حركة تجارية ونهضة عمرانية لا مثيل لها بعد أن همشت إبان حكم المخلوع. غير أن مأرب الحضارة والتاريخ حديث يطول ويتشعب، وليس بخاف على أحدكم، وليس بخاف على أحد كم أضاء نجم مأرب في تاريخ اليمن البعيد. إلى موقع عدن تايم، والذي عنون في صفحته الرئيسية: تجهيز 5 مطارات يمنية بديلة عن المطارات المغلقة. وكشف مصدر ملاحي يمني عن تجهيز 5 مطارات محلية بديلة لمطار صنعاء الدولي الذي بات في نطاق العمليات العسكرية، كي يتمكن المواطنون من التنقل من وإلى اليمن بكل سهولة وتحت إشراف وضمانة قوات التحالف العربي والشرعية اليمنية. وأشار المصدر إلى أن مطارات عدن وسيئون والريان في حضرموت والغيضة وفي المهرة ومطار محافظة سقطرى ستكون بديلة وكفيلة بتوفير خدمة التنقل للمواطنين والبضائع التجارية مع العالم ومنها إلى المدن اليمنية المختلفة. وهي وفقا للمصدر الطريقة الآمنة للملاحة المحلية والدولية من وإلى اليمن بعيدا عن مطار صنعاء الذي بات في منطقة العمليات العسكرية في ظل عدم وجود ضمانات محلية أو دولية لسلامة الملاحة عبره. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قالت وزيرة الشؤون القانونية في اليمن نهال العولقي لصحيفة القدس العربي: المبعوث الأممي مقتنع بأن الحوثيين لن يقبلوا بأي اتفاق ما لم ينهزموا. وأوضحت الوزيرة أنها على يقين بأن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وصل إلى قناعة بأن الحوثيين لا يريدون سلاما حقيقيا، وأنهم لن يسلموا ما لم ينهزموا ولن يقبلوا بأي اتفاق. وقالت الوزيرة: الثورة قامت في العام 2011 للتخلص من المركزية الشديدة التي أدت إلى إقصاء الكثير من المناطق، فلا يمكن اليوم بعد كل هذا وبعد كل هذه التضحيات التي قدمت أن نستسلم ونعود إلى مفهوم الدولة المركزية السابقة، هذا غير وارد. تتابع: اليوم يجب البحث عن صيغة جامعة، وليس هناك أكثر ملائمة للواقع السياسي والاجتماعي والثقافي من صيغة الدولة الاتحادية ذات الأقاليم المتعددة. وعن المخلوع صالح قالت الوزيرة: لقد أصبح هو وعائلته خارج المشهد السياسي اليمني، وأعتقد أن ترتيب وضعه سوف يكون ضمن اتفاق التسوية. وفي الجانب الاقتصادي، عنونت صحيفة العربي الجديد في إحدى صفحاتها: حكومة اليمن تصرف الرواتب والحوثيون يصادرون 1,200,000,000 دولار. وفي التفاصيل، بدأت الحكومة اليمنية بصرف رواتب موظفي الدولة بالقطاع المدني في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك رغم العراقيل التي وضعتها سلطات الانقلابيين. وتقول العربي الجديد: لجأت الحكومة المعترف بها دوليا إلى تحويل الأموال وصرف الرواتب بموجب عقد تم توقيعه مع أحد المصارف الخاصة. تضيف الصحيفة: حاول الحوثيون عرقلة جهود الحكومة لصرف الرواتب من خلال رفضهم تسليم بيانات الموظفين في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم. رئيس الحكومة أحمد بن ضغر اتهم جماعة المتمردين الحوثيين بالسطو على إيرادات الدولة في مناطقها، وقال: للأسف لا يزالون يستولون على 300 مليار ريال، أي 1,200,000,000 دولار، تأتيهم من الجمارك والضرائب وفائض أرباح قطاع الاتصالات والتبغ والسجائر ومصانع الإسمنت التي يخضع مدراؤها لإرهاب شديد ويتم إجبارهم على تسليم الإيرادات. ذكرى الثورة والانتقال من الشيطنة إلى ما بعد الشيطنة. تحت هذا العنوان كتب محمد عبد الحكم دياب مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، وقال في أجزاء منه:
جاءت ذكرى ثورة يناير السادسة فوجدتها منزوية في ركن قصي بعيد عن جمهورها وناسها، وهم مجالها الحيوي الحقيقي الذي صنع منها إعجازا نادرا في التاريخ. وجاءت الذكرى إعلانا بالانتصار الحاسم للثورة المضادة وجحافلها بعد أن استعادت الإمساك بمقاليد السياسة والاقتصاد والإعلام والسوق والتشريع والضبط والربط والتأديب وغيره. ذكرى ثورة يناير المجيدة تأتي ذكراها وقد تربع أعداؤها على مقاعد السلطة وتحكموا في كل مفاتيحها ومغاليقها، وشهدت هذه الذكرى إعلانا واضحا بانتصار الثورة المضادة وإفراغ الثورة من محتواها بعد شيطنتها طوال السنوات الست الماضية. ويبدو أن المواطن المصري خصوصا والعربي عموما موعود بإجهاض أحلامه وعدم تحقيقها، وكان تحقيق ذلك الحلم ممكنا، ولكن سرعان ما حل الأفول وعادت قوى الاستبداد والفساد والتبعية إلى سابق عهدها، وهي أكثر تجبرا وبطشا وفسادا وتبعية. هذا هو الذي طبع ذكرى الثورة هذا العام، وأضحى ما كان إعجازا نباهي به الأمم وصمة في جبين الزمن الراهن، ولقد نال التنكيل والإقصاء كل من خرجوا وطال شباب الثورة ووضعوا في المحابس والسجون، وخضع أصحاب الرأي والمختلفون مع رئاسة الدولة للملاحقة والعزل، وصل حد المحاكمة. تتوالى ردات الفعل حول منع ترامب المواطنين من 7 دول من الدخول لأمريكا، آخرها مؤسس الفيسبوك مارك والذي قال نحن مهاجرون. وقالت صحيفة الخليج أعرب مؤسس موقع الفيسبوك مارك زوكربيرغ عن غضبه من القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة. وقال مارك في تدوينة على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك إن أجداده مهاجرون قادموا من ألمانيا والنمسا وبولندا، وأن أسلاف زوجته كذلك قادمون من الصين وفيتنام، مضيفا أن الولايات المتحدة أمة من المهاجرين. وأضاف صاحب أشهر موقع للتواصل الاجتماعي أن الإجراءات التي اتخذها ترامب بشأن الهجرة مثيرة للقلق، وهناك حاجة إلى الحفاظ على أمن الولايات المتحدة عبر إنفاذ القانون على الذين يشكلون تهديدا حقيقيا فقط. وما زلنا أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عنونت شبكة البي بي سي جوجل تدعو موظفيها الشرق أوسطيين للعودة للولايات المتحدة. تقول الشبكة في التفاصيل دعت شركة جوجل موظفيها في الشرق الأوسط المتواجدين خارج الولايات المتحدة للعودة إليها بعد مرسوم الرئيس دونالد ترامب بفرض قيود على دخول المواطنين من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة. ووفقا للمرسوم يحظر دخول المهاجرين السوريين إلى الولايات المتحدة حتى إشعار آخر، ويجمد إصدار التأشيرات لمواطني 6 دول بينها إيران لمدة 3 أشهر. وصرحت شركة جوجل للبي بي سي أنها قلقة من حظر دخول المواهب إلى الولايات المتحدة. وفي ذات الموضوع ولكن من صحيفة الحياة اللندنية، حيث عنونت هولندا أوروبا يجب أن ترد بحزم على ترامب. وتقول الصحيفة إن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند دعا أوروبا إلى الرد بحزم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات من التحدث معه هاتفيا. وقال هولاند عندما تصدر تصريحات من الرئيس الأمريكي حول أوروبا وعندما يتحدث عن تطبيق نموذج بريكسيت في دول أخرى أعتقد أن علينا أن نرد عليه. وكان ترامب وصف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه أمر رائع. وأضاف هولاند للصحفيين حين يتحدث رئيس الولايات المتحدة عن المناخ ليقول إنه ليس مقتنعا بعد بفائدة هذا الاتفاق، علينا أن نرد عليه. وحين يتخذ إجراءات حمائية يمكن أن تزعزع استقرار الاقتصادات ليس فقط الأوروبية بل اقتصادات كبرى الدول في العالم، علينا أن نرد عليه. وحين يرفض وصول اللاجئين في حين قامت أوروبا بواجبها، علينا أيضا أن نرد عليه. كيف سيكون عهد ترامب الجديد؟ تحت هذا العنوان كتب عماد شقور مقاله المنشور في القدس العربي، وقال الكاتب في جزء من مقاله كثيرة هي الدلائل التي تشير إلى أن عامنا الحالي 2017 سيكون مختلفا عن أعوام العقود القليلة الماضية، وإنه يشكل بداية لحقبة جديدة لها أدواتها وتحالفاتها وصراعاتها الجديدة،
ولهذه التحالفات والصراعات نتائجها الكبيرة، وخاصة عندما تنعكس على شكل خرائط جغرافية سياسية جديدة هي الأخرى تطال بمنافعها كل اللاعبين الكبار وربما بعض الشهود الحاضرين والمحرضين، كما ستطال بمضارها الأكيدة طبعا خاصة في منطقتنا العربية كل الغائبين والمغيبين، سواء بتقاعسهم أو جراء أخطائهم على مدى قرن كامل بالتمام والكمال منذ العام 1917 حتى عامنا الحالي. ولم تتخلل كل سنوات هذا القرن الكامل إلا فترة استثناء فقط، حقبة النهوض القومي في منتصف القرن الماضي ودعم حركات التحرر والاستقلال العربية ثم الآسيوية والإفريقية والأمريكية اللاتينية والمشاركة الفاعلة في اللعب على الصعيد الدولي من خلال الحياد الإيجابي وتشكيل حركة عدم الانحياز، إلا أن هذه الحقبة لم تعمر إلا أقل من عقد ونصف العقد وانتهت بنكسة حزيران التي ما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا. وحقبة محاولة بدء الخروج من الخريف العربي في بعض دولنا العربية ابتداء من العام 2010 وسقوط غالبية الساعين لإقامة حاضر وبناء مستقبل مزدهر في أوحال الشتاء العربي الحالي دون استعدادات كافية لمواجهة عواصف هذا الشتاء وزمهريره ورعوده وصواعقه بسبب تمدرس قوى ظلام الخريف الذي عمر وشرشر في هذه المنطقة المنكوبة ولن يتخلى عنه أبطاله والمنتفعون منه بسهولة دون إغراق البلاد والعباد في أنهار دماء ودموع وقوافل تشرد وضياع. دأب المصور الفوتوغرافي بيثمان على الترحال بين البلدان منذ عام 1999 بحثاً عن أقدم الأشجار لتصويرها، وتطلب الأمر منه لتصوير الشجرة الواحدة التخييم قربها يوم أو يومين، وذلك لضمان التقاط الصورة بالإضاءة المناسبة تبعاً لظروف المناخية. نتابع هذه الصور من صحيفة الإمارات اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.